Okay. 10-minute diarrhea can be uncoordinated with that of normal tissues and persist in the same excessive manner after cessation of the stimuli. يعني حتى بعد انه يتوقف المحفز اوكي اللي سبب انه خلايا تنمو اوكي حتى لو يتوقف مثلا يكون growth factor اوكي او مثلا واحد ضرب انسولين هاي كلها شغلات تساعد انه حتى لو cessation end of the stimuli الخلايا لانه فاقده السيطره اوكي على تحكم النموات هي تستمر الخلايا شنو بالنمو اوكي which evoke that change اوكي هذا ابسط وافضل تعريف للنيوبلازم اوكي هسه نجي على ممكن الاسباب اللي تؤدي الى النيوبلازم مثل ما معروف انه genetic changes تغييرات الوراثيه تؤدي الى يعني فقدان السيطرة على النمو للنيوبلازيا. هسه نجي على كلمة أخرى اللي هي autonomous. What we mean by autonomous؟ مستقلة من تعريفها اللي هي growth of tumor. وعليكم السلام. The growth of tumor is independent of usual growth control genes. Okay؟ بشكل مستقل عن الجينات اللي تسيطر على النمو هنا أنا هاي الشكل يعني خلينا نقول الطبيعية هنا أنا مسيطر على النمو هذه ما لها علاقة بهذه الجينات اللي هي بالعادة اللي هي usual انه تسيطر على النمو هاي الخلايا السرطانية ما لها علاقة صارت independent فيصير autonomous اوكي هسه شنو نقصد بالكلونال اوكي كل الخلايا اوكي بالضبط تنشأ من الخلايا all the cells يعني وين ما تظهر يعني maybe خلينا نقول هاي cell proliferate then differentiate then maybe multiply maybe dies maybe metastasize maybe يعني يصير بها necrosis المهم whatever هذه الخلايا تتطور تنمو هي كلها شنو clonal هي كلها منشأها خلايا واحدة okay start from one individual cells نقول توضيح اكثر هسه نجي على السلايد الاخر اللي هو النومينكلاتشر اللي هي التسميه here some general pathology nomenclature used when you read pathology report هاي التسميات تشوفوها لما تشوفون تقرير مال باثولوجي راح تشوفون انه اني بديتكم بمقطع اللي هو اوما اللي هي benign neoplasm if you see oma after name of tissue means benign يعني انه بعض طبعا اكو مصطلحات اخرى غير الاوما اوكي ممكن تشوفون مثلا كارسينوما اذا فقط اوما وقبلها اسم اوف تيشيو اللي هي فايبر تيشيو اوكي اذا يعني مثلا عندنا تيومر ديرايف فروم فايبر تيشيو مالها فايبروما من هاي التسمية يشوفون اوما قبلها اسم اوف تيشيو معناها شنو هاي بناين اوكي فبشكل عام احنا نقسمها الى قسمين هاي البناين تيومرز أو benign neoplasm إذا هي كانت تنشأ من non-epithelium أوكي وعليكم السلام نسميها شنو يعني mesenchymal tumors أوكي إذا منشأها مو من الخلايا الطلائية أوكي نسميها mesenchymal tumors أو mesoderm derived يعني هي mesoderm derived tissue أوكي mesenchymal فيها عدة أنواع ممكن إذا تومر نشأ من الكارتلج نسميه كوندروما إذا نشأ من الفايبرس نسميه فايبروما أو إذا نشأ يعني بالبون اللي هو أوستيوما أوكي لكن إنه إذا خلينا نقول التومرز derived from epithelial هنا شنو عندنا الإبيثيليوم اوكي ممكن نقسمها حسب انواع اوكي طبعا انا ما جبت لكم هاي الصور مال كلنا وقلتوا حتى تعرفون بس انا ببالي اوكي لازم ارجع للاطلس اطلع لكم الصور اطلس مال هو خلينا نقول الكتاب اللي انا دا اعتمد عليه انه روبنز الكتاب اللي دامشي بيه على النظري هذا عالميا هو الكتاب المتفق عليه في دراسه الباثولوجي واكو روبنز بي اطلس اللي هو يفيدنا بالسلايدات اللي نطلع منها العملي اوكي فبالنسبه الى التومرز بناين تومرز اذا نشا من الابيثيليوم اوكي فنباوع على التشيو اوكي اذا التشيو مالتنا هو يعني خلينا نقول
يعني forming glands إذا شو هو عبارة يعني تشو بس يكون glands مثلا عندنا تشو مثلا البنكرياس البنكرياس ترى هو غدة أوكي فمن نجي نشوف مقطع هو أصلا هو هذا غدة أوكي تشو دي يكون فنطلق عليها الغدة الجلانز نعبر عنها بمصطلح الأدينو أوكي أوما أوكي أدينوما إذا شفتوا تشو هو عبارة عن كل جلانز يقولون عليه أدينوما إن مثلا تشو معين في خلينا نقول in the pancreas, in the مثلا breast, in the يعني whatever colon, okay بس المصطلح عندكم adeno, okay؟ إذا هو قلت لكم إذا عرفتوا إنه هذا التشي هو breast وترى هو هنا عندنا benign tumors, فش راح تسموه مثلا؟ تقولون شوفون إذا شفتوا glands كلها glands تقولون adenoما. إذا شفتوا الجلانز شوية شكلها finger-like projections مثل خلينا نقول متطاولة, okay؟ فنقول عليها papilloma, okay؟ فبابيلاري اللي هي نقصد بها اللي هي هم خلينا نقول finger like projection زين بعض الاحيان يجيكم ميكس اوكي يجيكم ميكس عباره عن خلينا نقول بابيلاري وياها سيست مثلا هنا عندنا بابيلاري خلينا نقول بابيلاري اند سيست تومر اللي مثل عندنا بنشوفها بالاوفيريان اوكي فهنا التسميه راح تكون بابيلاري سيستادينوما اوكي السيست دائما تكون على شكل خلينا نقول فراغات ممكن ال دافعت لكم عن الأوفري نعم بابيلاري يكون متطاولة لازم يشوفوها متطاولة حتى نقول عليها بابيلاري اكو ميكس اكو يعني متطاولة واكو عندكم سيست فراغات عافية هاي لما نطلق عليها ذني التسميت يعني هاي تسمية مركبة اما اذا فقط متطاولة طويلة تقولون بابيلاري إذا فقط جلانز تكون جلانز مثلا عندكم قسم من عندها دائرية قسم من عندها هو بنكرياس هو أصلا كله غدة يسموها أدينوما أوكي هذه بالنسبة هسه نجي على البولب البولب هو خلينا نقول هم يعني نشأ من الإبيثيليوم واللي هو تومر ذات بروجكت أباف ميوكوسال سيرفيس وراح ناخذ هسه بعد شوية البولب البولب مثل ما ممكن ينشأ بالجي آي تراكت ممكن ينشأ بالأبر ريسبيريتوري اوكي اللي هو بالنوز اللي هي نفسها الجيوب اوكي هذه كليتها بولب هي عبارة عن زوائد اوكي عندكم اثنين ممكن بالجي آي تراكت وممكن بالأبر ريسبيريتوري اللي هي نيزل اوكي ايرواي او تراكت اوكي نعم نعم بالقولون اي طبعا اكيد هسه راح ناخذه بعد هذا بالتفصيل ونذكر انواع اصلا دي اوكي فهاي كلها التسميات اوكي البولب مو دائما يكون بناين اكو منه يكون شنو مالجننت يكون منه خبيث اوكي مو دائما يكون خلينا نقول بناي هسه هذا بالنسبه للسلايد هذا كل اللي نقدر نقوله طبعا راح نرجع من ندرس المالجننت راح نشوف مو بس اوما راح نشوفه ممكن كارسينوما ساركوما ميلانوما اوكي هاي كلها معناها مالجننت اوكي كلها معناها مالجننت بس اذا اوما وقبلها تشيو لا هذا بناي نجي على السلايد اللي بعده اللي هنا عندنا يعني ايش تشوفون what we see here اوكي ايش تشوفون تشوفون long finger like projection كلها متطاولة هنا عن الغدد اوكي اذا قلت لكم اذا هذا تيومر اوكي فشنو نقول عليه اول تسمية نطلقها عليه بابيلوما او بابيلاري اوكي اذا قلت لكم هذا كولون راح تقولوني بابيلاري اوكي بابيلاري بالكولون اوكي فهنا طبعا التسميه اللي افضل لو انتم يعني بعدكم مو هالقد خلينا نقول تسميه بابيلاري ادينوما اوكي بابيلاري المتطاوله وادينوما لانه جلاند فبابيلاري ادينوما طبعا بيا تشيو اللي هي الكولون اوكي فهنا الملاحظات اللي عندنا اللي موجوده عندكم اللي هي بابيلاري ادينوما these are glands Cells are growing outside of the projection like finger and the inside there is a blood vessel, connective tissue from the inside and epithelium from the outside. زين. هذه ممكن تكون benign وممكن تكون طبعا ممكن تكون malignant. احنا هنا يعني خلينا نقول ما قايلت لكم بالضبط هي هاي شنو هي المفروض احنا هسه بعدنا ما واصلين للمالجننت هذه هنا بعدنا احنا بالبناين اوكي زين اذا قلت لكم التشيو هو سكويمس ابيثيليوم شو تسموه؟
هسه اعطيتكم اسم التشيو سكويموس، هسه انتوا تتبعون تقول لنا دكتوره سوزان ان هذا الكولون بس انه شنو؟ طبقه سكويموس، اوكي؟ سكويموس، شنو التسميه اللي راح تكون؟ اعطيتكم في التسميه لازم انتوا تضيفوا لي في التسميه لخه، اوكي؟ بابيلاري شنو؟ او سكويموس شنو شو احسموه؟ سكويموس هسه اعطيتكم سكويموس انتوا بس هسه قبل شوي قلت لكم هذا شنو قلتوا لي بابيلاري سيقول لكم سكويموس بعد ايش راح تقولوا لي ضيفوا ويا البابيلاري فالكلمه اللي هي سكويموس اوكي يعني عم اعطيكم تسميه نعم بابيلاري بابيلاري او سيل سكويموس اوكي وات ايفر يعني انتوا شنو تسميه سكويموس بابيلاري كارسينوما اوكي لانه هذا اذا قلت لكم هذا كانسر فراح تقولون بابيلاري سكويموس كارسينوما اوكي فهي مجرد انه انتم بدي اعطيكم تسميه انتم تضيفون عليها تسميه اخرى اللي هي اعتمادا على نوع اللي تشوفوه انتم بالسلايد اوكي فاذا قلت لكم هي خلينا نقول سكويموس اوكي فتقولون سكويموس بابيلاري سكويموس انا اعطيتكم اياها بابيلاري لانه الشكل مالته هو بابيلاري وهو اذا كانسر قلت لكم if you know this is cancer يعني كارسينوما اوكي فصارت تسميه سكويموس بابيلاري كارسينوما اوكي فقط عليكم اللي هي البابيلاري والكارسينوما كتحصيل حاصل خلينا نقول اوكي لانه بس هنا انا ما قايله لكم يعني اقول لكم اذا هيك يعني هنا قلنا انه التسميه هذا التشيو ممكن يكون بناين ممكن يكون مالجننت انا هنا ما محدده لكم اوكي السؤال راح يجيكم راح احدد نوع النسيج انتم ما راح تعرفون هذا تشيو يعني نوع التشيو هل هذا سكين يعني انا اعطيكم اياه فساعدكم ببعض الكلمات لكن الكلمه الاخرى لازم تعتمد على اللي تشوفوه وبعد حتى تقولوا لي كارسينوما وما تقولوا لي كارسينوما يعتمد انا قلت لكم هذا كانسر او مو كانسر اوكي بالكم هسه نجي على هذا الكولون اوكي اللي هو هذا قولون هنا شوية تعتيم أكثر هذا شوية يكون واضح، أوكي؟ هسه هنا أنا تشوفون راح أقول لكم مثلا it's a colon and there is طبعا هذا اللي بالأصفر is fat and there is fat and connective tissue from the outside أكو mucosal folds، أوكي؟ يعني هاي GI tract بها هواي طبقات مخاطية، أوكي؟ وأقول لكم إنه هذا colon polyp، أوكي؟ colonic polyp. اوكي اللي هي هذه اللي دنشر عليها هنا اوكي اللي دنشر عليها هنا هذه هي الكولونيك بولب هذه 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 والبقيه هي فات وميوكوزال فولد واضح انه هو اكو طيات هنا اوكي هذا هو كولون اوكي كولون بولب بشكل عام لازم تعرفون اكو نوعين من البولب اكو بولب هو بناين واكو هو مالجننت كل واحد له تسميه ما يصير هالشكل يعني اكو النوت ترو نيوبلازم نيوبلازم قلنا هي كانسر فنوت ترو نيوبلازم اللي هو مو كانسر حقيقي واكو ترو نيوبلازم اللي هو كانسر حقيقي بس هم هاي مو التسميه اللي اريدها من عندكم سجلوها يمكم نوت ترو نيوبلازم اللي هو هايبربلاستيك بولب اللي هو هذا نوت ترو اوكي هو شكله يعني خلينا يعني عندكم نفس الشكل هو يطلع بس هو هذا ما راح يتطور ويصير كانسر اوكي هذا هو الفرق بينما النوع الاخر اللي هو ترو كولون اوكي ترو او ديو ترو نيوبلازم اللي هو هذا هو الحقيقي اللي راح يتطور لنا الى كانسر اللي هو تسميته ادينوماتس بولب اوكي اللي هو انا هنا موضحت لكم اياه بالصوره اللي هو ادينوماتس بولب ده اول واحد هايبر بلاستيك هايبر بلاستيك بولب ثاني واحد ادينوماتس بولب تسميه موجوده هنا بس يمكن اول تسميه ما موجوده هاي تو تايبس اوف شنو اوف كولونيك بولب هذا الادينوماتس بولب اللي هو ترو نيوبلازم كانسر حقيقي اوكي اوكي ذير از تو تايبس اوف كولونيك بولب اللي هو هايبر بلاستيك بولب اللي هو بين قوسين not true neoplasm والنوع الآخر adenomatous polyp اللي هو true neoplasm هسه نجي على واحد واحد adenomatous polyp اللي هو اللي نقول عليه true neoplasm اللي هو يتطور إلى cancer أوكي
اما not a true neoplasm اللي هو ما راح يتطور الى plasm يظل benign. اوكي هذا هو الفرق بيناتهم. اوكي بس مو مجرد نمو. هسه if I ask you if one had possibility of turning into cancer which one do you think will be؟ سيدا اسألكم مفروض الاجابة سهلة. ادينوماتس بوليب. اوكي هذا اللي هو راح يتطور الى شنو؟ يصير كانسر. اوكي هسه صار واضح؟ واضح بس زين بس عندي سؤال هذا الشيء راح كاتب الادينوماتس كاتب بين قوسين مينز بناين. لا if we call it polyp mean benign okay ده بس polyp سميته benign بس adenomatous polyp cancer if okay polyp is growing on the mucosa and elevating the mucosa and this is adenomatous okay اللي هنا هنا بالرسم عندنا and if we call it polyp means benign إذا كمل التسمية أو أسميه hyperplastic polyp تعرفون إنه benign إذا أسميه adenomatous polyp لا هذا malignant أوكي؟ ما راح أسألكم هالشكل بعد شوي راح تعرفون إذا راح يجي سلايد إلى علاقة بهذا السلايد راح تشوفون شلون راح يتنسألون هو لأن هذا كلش واضح يعني هذا كلش واضح فشي gross يعني أوكي؟ مو كل شيء صورة راح تنسألون، اكو صور تنسألون عليها، اكو صور راح نريد منكم انفورميشن، اوكي؟ حسب الان اقول لك من هسه انه هذا شو اسمه مستحيل، لانه يعني انت هذا اكو صور من خلال مظهرها تعرفين انه مالجنند راح تجيكم بنهاية المحاضرة، اوكي؟ هذا لا هذا ما يجي بهالطريقة، لان يعني من خلال المورفولوجي مال هذا الكولون ما راح تعرفين منه بناين لو كانسر، لازم اسألك بغير طريقة. يعني انا اقول لك شلون راح يجي السؤال اوكي سو بات اف وي هاف فوكال اريا اوف ادينوكارسينوما تشينج وذ ذس بولب هير وي نو لونجر كول ات بولب وي وي كول ات ادينوماتس او ادينوكارسينوما اوكي فالمهم ان انا التيك هوم مسج انه تو تايبس اوف كولون بولب ادينوماتس وهايبر بلاستيك الادينوماتس هو اللي راح يتطور لنا الى كانسر الهايبر بلاستيك ما راح يتطور لنا راح يظل بناين اوكي الكولونيك بوليب تشوفوه دا ينمو على الميوكوزا اوكي هي هاي النموات اللي دا نشوفها هنا اوكي هسه نيجي نركز على الادينوماتس بوليب اللي هو هذا اخذنا مقطع من عنده اوكي فحصناه تحت المجهر اوكي فهنا مايكروسكوبيك فيو اوف كولون بوليب ايش دا تشوفون هنا اكو actual polyp اللي هو هذا هذا هو ال actual polyp قسم من ال polyp اوكي فقط يجيكم هذا الجزء قسم من ال polyp قسم من ال polyp عندها stalk اوكي قسم بها stalk وقسم بها فقط ال actual polyp اوكي ممكن اجيبكم صورة مقطومة هذا يظل هو polyp اوكي قسم يعني مو شرط الستراكشر دائما هيجي دا تشوفون في المستقبل فالستوك هو هنا اذا موجود الستوك فهو بارت من البولب بس مو كل وهذا هو الاكشوال بولب اوكي هاي اول نقطه زين هسه تجون تقولوا لي هاي شنو هذه هنا الخلايا اللي موجوده هاي ميوكوسال جلانز اوكي وهاي نفس الحاله هنا هم يعني اكو جلانز قسم من جلانز سيركلر قسم من عندها تيوبيال اوكي تيوبولار اوكي فقسم من عندها متطاوله قسم من عندها دائره هذا مو خلينا نقول الشيء اللي دا اركز عليه هنا اوكي هسه هنا هسه انا اسالكم سؤال هسه هو السلايد يقرا ادينوماتس بولب سو اف يو نو ذيس از ادينوماتس بولب اور بابيلاري ادينوما او اكو تسميه طبعا هي بلس بس انا ما راح اعقدها عليكم اذا اقول لكم اذا if you know this is adenomatous polyp تعرفون شنو معناها adenomatous polyp اوكي okay? and there is small chance that adenomatous polyp turning into cancer what do you think the chance of يعني will be بالضبط 100% انا سالت هذا نفس السؤال للصباحي جابوني اكو ناس جابوا 100 طبعا اكو ناس جابوا 30 يعني احنا قبل شويه شرحنا من الاستعداد اللي قبلنا اللي ناخذ الادينوماتس هو كانسر هو مالجنس
إذا بكون أكو وياك احتمالية صغيرة حتى لو أنت تلعب بالسؤال بكون وياك small chance إنه جزء من عنده راح يتحول مثل النسبة طبعاً كله 100%. أوكي؟ فهذا الشيء خلينا نقول جيد ممتاز. اوكي انت شوف تفاعل المسائي افضل من الصباحي، الصباحي شويه قل مستواهم يجوز. اوكي فهذا هم خلوه ببالكم. اوكي زين تفرحوا. اوكي فماكو بعد فشي دا اسالكم، هو راح نخلي على كل سلايد تقريبا سؤال حتى احنا ما نريد هذا سلايد شنو تقولوا لي ادينوماتس فولوب، انا ما احب هيك اسئله يعني راح تصير اسئله مال ماكو فرق عن الاول عن المرحله الاولى عن الثالث، نريد شويه اكو تفاعل اكو فهم. اوكي سلايد القناه طبعا يروح هسه التسجيل مال هذا كليته بس ارجع فيدباك زين. فإذا خاف شفتوا هذا الشيء راح انه من اقول سكين يعني سكويماس. فهنا هذا السلايد كل معلومات جديده داخلها راح مثلا شو اسمه بالتسجيل بار عندنا صوره يعني هسه ذيس از سكين انتم تخلون ببالكم انه شنو سيكوينس. اوكي اول شيء تكتبوها انتم بالتسميه ابيكم قولوا لي هذا شنو، فهنا شنو قولوا لي هذا سكويمس. اوكي هسه وات دو يو سي هنا هسه. اوكي هسه هاي سكين هاي طبقات السكين اللي في ديرمس طبقه اللي بعدها ديرمس. اوكي طبعا السكين نعرف بها شنو بها مثلا هير ممكن بها سويري لاند ممكن بها سبيشاس لاند ولا بها اكاديمية. اوكي كلها تكون هنا طبقة الديرمس هنا طبعا حتى اكو اوعية اللي ما توصل للباثولوجيا يعني الطبقة الباثولوجية ايش فيها تموت من مرور الزمن وتروح. اوكي هسه ايش تشوفون يعني زين يعني الصورة بس انتوا عندكم بالباس عقديها ايش تشوفون بشكل عام؟ What do you see؟ هاي شنو هذه؟ هسه هي عقوبة نشوف الجزيرة هاي الجزيرة زين هسه شو بدكم يعني شعر يعني هنقول علب هم يا دوار 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 شو يسموها؟ كلسترز. اوكي مو كلستر مثل تجمعات. اوكي فعندكم هنا هم الخلايا هاي كثيرا كلسترز. كثير يعني ليش قلت كثير؟ كثير يعني هو صار منظم عدل كثير يعني مو مزن كمان. اوكي انا اعرف انه انتم الباك جراوند مالتكم بالنسبه للهستو يعني زيرو لانه انتم يعني مو تحليلات فنساعدكم بهاي التسميات شويه. زين هسه بدي اشوفوا ابيثيليال كلاسترز. اوكي زين بعد وصف اكثر هسه اول شيء وصلنا للكلاسترز بعد وصف اكثر ايش تشوفون هاي الكلاستر وين وين موجوده؟ تقريبا everywhere. اوكي شوية هنا شوية هنا طبعا هاي طبقات. اوكي شوية هنا 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 اوكي يعني شنو هاي من تشوفون تقول لكم هذا كانسر. اوكي يعني شبيها يعني منتشر بكل مكان يعني invasive هاي. اوكي invasive. فانتوا حتى لو هنا المفروض اذا ما اقول لكم انه هذا اوكي انتوا شوفوه منتشر هيك بكل مكان. اوكي وتقريبا النمو مال هاي الكلستر عن هاي الطبقه هنا الحيوانات الشابه هي كلها نقاط يجي هاي بيوتس مو ناعمه حلوه ما في هنا 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 هاي الديار اذا شو مثلا عندك بس هنا ماكو كلسترز اذا خلايا الشابه من ناحيه المورفولوجي لكن الجروث مالت الاوردر يختلف هنا تتجمع على شكل كلسترز هنا هاي الطبقه ما تتجمع على شكل كلسترز. اوكي فهاي هم دليل اخر انه شنو اللي عندنا هذا مالجننت هذا. اوكي فها صار هنا اول شيء هي ابيثيليال كلسترز انفلتريتنج لانه نشوف هذا تروح عده مكانات. اوكي اكو بين هاي المكانات اكو فراغات معناها متستسايز هاي. اوكي هسه اذا نريد نسميه شو نسميه هذا؟ هي سكين سكويماس هاي اول كلمه سكويماس كارسينوما. اوكي حتى لو ما قلتوا السيل ما يخالف هي موجوده هنا بالسلايد هاي ترى تسميه ما خالتها من البداية. اوكي هاي التش سكين وبيها ستراتم كورنيا ما لكم علاقه هاي يعني طبقات مال السكين انا ممكن اسطر لكم اياها بروح اخليكم شكل السكين. اوكي بس مو شغلنا. اوكي بس قلتوا لي زين
كفايه ما عندي فشي هنا انا بعد السلايد بعد اقول لكم زين بقى شي لا لا بقى فشي لا تشوفون هنا انا ما يتكسر شو الداخل فشي بالوسط فشي تشوفون الفشي اللون يختلف هذا ما اذا بالسنتر عافية بالسنتر تشوفون اكو شيء مميز تقريبا كل هاي الكلاسترز بيها بالوسط هاي وحدة من علامات شنو؟ علامات المالينيوم احنا حطينا هواي علامات انه هاي لها تسمية خاصة هاي يسموها بيرلز اوكي بي اي ار ال اس هاي بيرلز هاي معناها فيري ويل ديفرنشيتد بيها فد علامة مميزة لأن هذا تشبه هذا الملينيوم، أوكي؟ أول شيء طبعاً من موانع التشيو شكله إنه هنا اكو كلاسترز دوائر، أوكي؟ epithelial clusters وموانع الطبقة هاي تقريباً الخارجية الطبقات العليا شفنا إنه الخلايا ما وجدت إنه صح نفس الشكل بعد تشبه الخلايا الأصل اللي نشأت من هنا بس ما فيها ركزنا بعد اكثر على هاي الكلاستر الابيثيليا والكلاستر شفنا انه بالوسط شكو اكو فد يعني هي هذا السنتر مالته فكر من اوكي احنا نسميه فورلز اوكي فورلز معناها ويل ديفرنشيت الكانسر الكانسر ستيجات اوكي خلينا نقول ستيج 1 بعدها خلايا تشبه الخلايا الاصل اللي نشأت منها ستيج 2 شويه فقدت الشغل ستيج 3 ما لها علاقه اوكي هاي علاقة بالخلايا اللي نشأت فيها، فكل ما يصير أسوأ كانسر كل ما يفقد شبهها بالخلايا الأصل، فهنا شنو هنا يعني هاي أحد العلامات المميزة إنه هذا مالينيت إنه ويل ديفرنشيت بعد تشبه الخلايا الأصل، يعني معناها خلينا نقول ايرلي ستيجز مو كلش يعني صحيح انفازيف يعني ممكن ستيج 3 ممكن مو ستيج 4 اوكي فبعد تفقد الشبه ولو هي ستيج 3 تفقد الشبه انتوا ما اعطوه من عندكم هاي اللي اريده من عندكم تباعوا لي على هاي البيرلز تباعوا لي انه عندكم صارت كلاستر وتختلف عن هاي فاحسن تروحون انه هاي كارسينوما اوكي؟ انا قصدي انه الاستيجار ما مطلوب لا درس الكانسر احنا عندنا لي اربع استيجات الاستيج الاول انه بعده موجود بالجسم لوكال بعدين هو راح ينتشر على البزلز وبعدين على الامبلانت الموجوده بالضبط وبعدين 3 ينتشر انتشر بس انا احكي على مستوى الشكل بالضبط اورجنز زين فهنا احنا على مستوى الشكل اوكي اذا دارسيها كشكل منو اكثر شيء يشبه الخلايا الاصل؟ اللي هي بالستيج 1 اللوكال طبعا ستيج 1 اوكي ستيج 2 بعدها اتصور لوكال وراها يمكن منتشر للعقده الاولى ثلاثه لا انتشر بعد اكثر رابع يعني منتشر اوكي بكل العقد وشكله تماما يختلف من شكل ولوكيشن اوكي هسه هنا باوعتوا الكلاس بيرلز نيجي على المميزات الاخرى للكانسر بعدنا ادينومات السيل كارسينوما نفس التشيو صار اخذنا مقطع شويه غير مقطع هنا بعد ما بينت لكم الميال بس انا راح اقول لكم هاي شنو هاي سكيل اسهلها عليكم حتى تعرفون شنو تقولون وين اصلا اوكي ممكن ما اقول لكم هذا مالينيت شلون تعرفون؟ ها طبعا هنا يمكن تستخدمون يور ايماجينيشن بس لازم اني يعني هيك يعني جزء البيرلز اسهل ها
هاي هنا اكو مميزات اخرى اذا تشوفون هذا اليلو اوكي اكو سبيس بين سيلز اوكي هاي سبيس بين سيلز اللي يسموها بريدجز اوكي هاي انت طبعا من علامات مميزه انه هذا شلون مميز اوكي انا يعني احاول انه بالسؤال اللي يجيبون يكون واضح يعني ما معقول اجيب شيء ما اشوفوه واقول لكم تعالوا شوفوه هاي يصير between cells okay فاحنا بعدنا هذا skin okay فintracellular bridges معناها bridges اللي موجودة بين الخلايا السرطانية زين هسه احنا صار شنو عندنا مميزات بشكل عام مميزات اثنين يعني اللي هي pearls اللي هي تشوفون okay والbridges زين زين هسه قلنا لكم if you know this is squamous cell carcinoma but we don't see bridges and we don't see pearls okay اللي هي خلينا نقول احنا قلنا البيرلز والبريدجز معناها شنو هي مميزات الكانسر بس شنو الكانسر يا نعمه الويل المالجنت والويل ديفرينشيتد اوكي اللي كلش متمايز بشكل يعني مبين ذاك هو هذا كانسر يعني متمايز ديفرينشيشن يعني تمايز اوكي سو ويل ديفرينشيتد سو اف يو دونت سي بريدجز يو دونت سي بيرلز اوكي وات دو يو ثينك يعني ان تيرمز اوف the differentiation أعطيكم صورة زينة حتى نفتح صورة كاملة. Do you know مثلاً هاي الصورة مو هاي الصورة جيكم يعني صورة ما فيها بروجز ما فيها كروز. وكم do you know this is squamous cell carcinoma but you don't see bridges and you don't see pearls. In terms of differentiation, what do you think this A مثلاً well differentiated, medium differentiated, poor differentiated medium or well low poor okay نقدر السؤال هنا حقيقة السؤال مو موجود عندي لا السؤال من عندي لا فهيجي يجي ليش ما يجي سؤال وهذا حتى الطالب اللي حاضر المحاضرة يكون تقييمه يختلف عن الطالب اللي ما حاضر للمحاضرة يعني يكون افضل من ما اجيب لكم سؤال اقول لكم هذا شنو هذا كانه يعني مباشر يعني كانه يعني صف اول ابتدائي لما نعطيهم كلهم يقولوا لي هذا يقولوا اوكي صف اول كلية لا ما زين السلايد اللي اخر اللي هو ايش تشوفون هنا انا جلانس اوكي ايش بيها الجلانس هاي متطاولة اي متطاولة زين هي هاي متطاولة اوكي شنو بعد؟ وحدة بصف الثانية بالضبط، هسا احنا بالسلايدات اللي قبلها نشوف شنو الجلانس متطاولة مرة واحدة اوكي؟ هاي جلانس اوكي؟ كل وحدة فيهم شنو؟ جلانس، ايش فيها الجلانس؟ برو شنو؟ باك تو باك اوكي؟ وحدة بصف اللمة هذا الباترن مال النمو اوكي؟ وحدة بصف اللمة سواء بالطول او بالعرض اوكي؟ هذا يعني خلينا نقول هنا النمو صار يختلف خلينا نقول عن اللي هو مألوف اوكي اوكي طبعا يختلف عن ما هو مألوف زين فبيجي حاله اوكي if you know مثلا خلينا نقول هو شنو هذا هذا colon if you know this is colon اوكي فهنا من خلينا نقول دينمو بهالطريقه اوكي ممكن نقول عليه انفاسيف اوكي لانه
خلينا نقول طريقة النمو مالته هم يختلف عن الخلايا الأصلية اللي خلينا نقول المفروض مو هالشكل تنمو، طريقة النمو الجروث باترن ما صار عندنا يختلف، فالنهاية هم يعني انه دليل انه هذا كانسر، اوكي؟ هذا مو طبيعي، مو جلاند عادية منفصلة، اوكي؟ طريقة نمو الجلاند صار تختلف عن الطبيعي ذا اليوجوال، فهنا إذا أقول لكم هذا كولون، if you know يعني لا هو النورو بشكل عام الجلاند ما تنمو بهالشكل ولا تشكل لازم متفرقات هنا جلاند هنا جلاند هنا جلاند اوكي لازم يصير كانه كل السلايد الجلاند وحده تشكل كله ولا تنمو سواء الناس ولا الناس ولا هاي طبعا هاي جلاند هاي جلاند هذا ما نعرفه هنا دائما نقول كولون نرسل هنا نشوفون هاي النقاط المينية والبنفسجية هاي اللي نقص اوكي هاي كولون نرسل فطريقة النمو المفروض الجلانز متوزعة مو وحدة لازقة بالواحد، اوكي؟ فما دام النمو باترن او جروث يختلف فاحنا نشوف شنو نوعية من الجلانز، زين، بس إذا نريد نسميها يو نو ذيس از كولون نشوفون انه الجروث باترن مالتها خلينا اقدر انبهكم اقول لكم وات دو يو ثينك اباوت ذا جروث باترن اوف ذا جلانز نورمال نو تجاوبوني اذا تشوفون طبعا مو نورمال لانه المفروض الجلانز وحدة مفردات مو صاير هالشكل مثل ناس تعرف بعض فشو يسمونه؟ ادينولينو اوكي كارسينوما لانه عرفتوا انه شكيتوا انه بي كانسر اوكي طبعا وين في الكولون؟ زين هل تعتقدون انه خلينا نقول خلايا التشو الاصلي اللي نشات منه هذه ايش تعتقدون شنو نوع التشو؟ ابيثيليال ابيثيليال وبعد ايش بيه الابيثيليال هذا؟ ايش بيه الابيثيليال حسب التقسيمات هسه رحتوا هنا بعد وين بالضبط؟ جلانس عفوا هو التشو اصلا ده يكون جلانس يعني حتى اللي نشات منه هو ترى همينه جلانس يعني خلاص ارباك صار اوكي هسه يجي هنا هذا الرسم طبعا هذا يخص الليمف نودز اوكي ايش دي تشوفون هنا انا اوكي اللي تشوفون تقريبا هنا مو كل شيء واضح بس راح اشر لكم اياه من هنا اوكي حتى تتبعون باعوا هنا راح اتبع وياكم هاي من هنا هالشكل ينزل اوكي بعدين هاي هالشكل منها هم قاوس اوكي هاي مثل مشروم لايك ستراكشر اوكي يعني شبهها بالمشروم يعني لانكم منها مثل الامبريلا دا تصير اوكي لان هاي الخلايا اللي موجوده هنا تختلف عن هاي الجو يعني صار عيدها هنا هالشكل تقدرون تدرسون عليها هاي مشروم لايك اوكي ستراكشرز اللي داخل هاي الامبريلا مال المشروم هي شنو epithelial cells okay epithelial اللي هاي هنا نبدا نشوفها الطوخ اللي اكثر كثافه اوكي هاي inflammatory cells اوكي اللي هي الليمفوسايتس وكانه هاي الليمفوسايتس fighting شنو fighting the tumors اوكي لان فشي غريب اوكي هذا اللي دا اقول لكم اوصف اللي دا اشوفه يعني لازم انتم توصفون الناس تتعلمون توصفون اذا ما تعرفون اوكي بس لازم اجيب لكم فشي واضح اوكي ما معقول اجيب لكم فشي كلش مو واضح اوكي بس انتم حتى كل شيء تشوفوه لازم تعرفون وصف فيه زين طبعا احنا هيك تشو اذا نريد نعرف هو شنو لازم نصبغه فيو ماركرز يعني نروح للمختبر نصبغه حتى نعرف هو مين ينشأ هو شنو حتى نعرف نسميه لكن اذا انتم بنسموه بالمختبر إذا يعني if I tell you this is carcinoma epithelium derived cells okay خلايا مشتقة من ال epithelium وهي carcinoma okay شو راح تسموه؟ okay ما يخالفش okay if I tell you this is carcinoma epithelial derived tissue شو راح تسموه؟ derived cells. Okay. Carcinoma قلت لكم، epithelium قلت لكم.
اوكي ديرايف سيل خلايا مشتقه من الابيديم شو راح يسموها؟ ادينوكارسينوما صحيح او ممكن شنو؟ ادينو كارسينوما ما اي يعني هسه اسالكم سؤال اخر هسه انا قلت لكم از ذس يعني يعني كارسينوما ابيثيليال ديرايف سيلز شنو جوابك اي لو لا او كلكم شنو جوابكم بس غيرت عن السؤال رادكم زين إذا إحنا if we do if we like stain and do some markers and if I tell you this is قلنا عليه كارسينوما okay كارسينوما epithelial derived cells okay أسألكم سؤال هل هو هذا سكويموس كارسينوما لو أدينو كارسينوما أدينو كارسينوما ليش؟ أدينو شنو شفتوا بلانز؟ لا ما شفتوا بلانز ما محدد زين سكويموس شو عرفتوا سكويموس؟ احنا قلنا شنو سكويموس؟ يعني ما قالت لكم سكويموس اصلا نف نود هاي غير متميز اندفرنشيتد اوكي اندفرنشيتد هو هذا السلايد اللي بنقول عليه اندفرنشيتد اوكي حسب هاي المعلومه اللي انا هسه قلت لكم اياها يعني اذا قلت لكم اذا هو خلينا نقول اي ما قلت لكم اي شيء يعني ما قلت لكم اي شيء ولا انتم شفتوا جلانز ولا انتم شفتوا اي شيء يعني خلينا نقول مميز اوكي مجرد قلت لكم هو كارسينوما ابيثيليال ديرايف سيلز اوكي بس قلت لكم خلايا مشتقه من الابيثيليال وهي شنو شبيهه هي كانسر اوكي فاذا قلت لكم هاي سكويموس او ادينو كارسينوما حقيقه يعني هم ما يحل فد شيء لانه لا هي دا تشوفون جلانز ولا دا تشوفون هو خلينا نقول سكين لا تقولون اندفرنشيتد كارسينوما عندي فرنشيت مالجنت كانسر وات ايفر يعني هذا الاسكرايب منو؟ بالمنزمه مو بالاسم ها بالمنزمه اللي هذا عندي فرنشيت لانه هم ما فد شيء يعني بس مجرد هاي النقاط السوديه خلينا نقول اللمفوسايت هنا انا ابيثيليال سيل اوكي هي كارسينوما اوكي كارسينوما بس اندفرنشيتد ما بيها اي علامات مميزه لا بيها بورلز لا بيها كلسترز لا بيها جلانز كل شيء ماكو اوكي كل شيء ماكو هنا ايوه لما تسمع كانسر كارسينوما تضيفيها على ما تقولي لي هو كانسر يعني لان انا اصلا راح اقول لك if you know this is carcinoma epithelial derived cells انا دا اقول لك اياها فتقولي اندفرنشيتد كارسينوما اندفرنشيتد سيل كارسينوما بعد يكون افضل التعبير اوكي فلان سيريكو شلون؟ احتمال شنو؟ وصفوه مشروم لايك اي اي ساعفوا خلينا بالاندفرنشيات احسن السؤال يصير اوكي ما اقدر اقول لكم شو الشبه الا يا كانت شيء كلش واضح مثل بلانس اوكي هذا يعني ما اعتقد هذا المشروم لايك يعني ارجع للاطلس ارجع للاطلس واطلع منه شوف شو ايش قال ماشي 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 انتوا طلبتوه مني هو هذا وانا حقيقه نزلته للاطلس بس بعدني ما محرر الصور من عنده داخل الاساسيات تمام تمام ما يخالف شوف اللي اقدر اسويه اخدمه ان شاء الله هسه بما انه حكينا عن differentiated differentiation اوكي بوحده من السلايدات تكلمنا انه بدنا نشوف انه كلاسترز ابيثيريال كلاسترز وبعض خصوصا كنا نتكلم على سكين وقلنا بعض الطبقه الخارجيه
شكل الخلايا يشابه لكن طريقة النمو تختلف. اوكي. فال well differentiated neoplasm عادة resembles mature. اوكي. resembles mature cells of tissue of origin. دائما الخلايا بعدها تشبه الخلايا الأصل. فنقول عليها well differentiated. أما poorly differentiated neoplasm اللي هو composed of primitive cells with little differentiated. اوكي. الخلايا شوية ما تشبه الخلايا الأصل. اوكي. أما undifferentiated اللي هسه قبل شوية شفتوه له تسمية أخرى اللي هي neoplastic tumors اللي هي ما فيها أي علامة مميزة للdifferentiation. اوكي. شنو نعم؟ يعني أول تفهم بعض الناس مراحل التطور متشابه ما يشبه قليل كلش قليل الشبه أو غير متشابه أصلاً. هاي ملاحظات الجوع وفوها. أوكي؟ وعندي المطلوبة. هنا أنا هذا السلايد خلينا نقول هذا ريليف اللي يأكد على أنه فكرة يأكد لنا على فكرة أنه فهنا أنا شلون الخلايا If look good, behave good, معناها well differentiated. Okay. هاي هنا طبعاً بعدني ما طلعت لكم الصورة اللي يعني جارتها هاي اللي هي normal smooth muscle. هنا عندنا smooth muscle وين in the uterus. الصورة اللي هي هذه اللي هي تمثل إن uterus بي شنو tumors. Okay. هاي كلها الجلان النوديولز. اوكي. هاي كلها النوديولز هي تومرز. اوكي. اخذنا واحدة من عندها صبغناها. اوكي. اللي هي هذه طلعت الخلايا بهذا الشكل. وهنا بدنا نقارنها بالنورمال. اللي هو مطلوب من عندي اجيب لكم صورة. هي هاي نفسها بس الاصلية حتى تشوفون. اوكي. بشكل عام. هنا الخلايا. يعني طبعا احنا لانه تيومرز هاي تيومرز فنشوف نتوقع انه نشوف عدد خلايا اكثر. اوكي. قياسا بالطبيعي هنا عدد خلايا اقل. لهذا تشوفون انه هاي البنفسجي هنا هوايه هنا البنفسجي هنا شبيه اقل. اوكي. لانه طبيعي نورمال. اوكي. لكن بشكل عام الخلايا هي حتى يعني ثياتهم تقريبا بها نوعا ما متطاولات تقريبا انه سيميلار اكو سيميلاريتي بيناتهم باختلاف الكثافه مال النمو. اوكي. كياتهم النواه مالتها متطاوله تقريبا هنا واضح يعني بس مع هذا لازم نشوفهم صوره اوضح من هيك شيء. هي المفروض ذا سيم ورا ما تشوفون الصوره هذه مال النورمال. اوكي. شوفوا فقط الاختلاف والكثافه العدديه انما شكل الخلايا هو متشابه. هي are the same yes or no شو راح تجاوبون المفروض هي تشابه يعني هاي الخلايا ال يعني هم يختلفون بس بالعدد لان هاي كانسر وهاي شنو مالجننت وهاي شنو عاديه خلايا نورمال يعني نورمال سموث ماسلز الاختلاف عندنا فقط بالكثافه العدديه لكن If I tell you this is طبعا الكانسر باليوترس اوكي بالمسل سيلز الموجوده باليوترس ليو مايوما يسموه ليو مايوما اوكي تسميه شويه اوكي لا هي ما مكتوبه ليو مايوما موجوده هنا ليو مايوما يمكن اذا هاي واقعه عندكم ليو مايوما اوكي كانسر اوكي هنا لحد الآن هم متشابهين بالشكل لا هو يعني هو تومر أما بالنسبة إنه مالجنت أو بناين هذا بناين يعتبر لأنه الخلايا بعدها تقريبا يعني تشبه الخلايا الأصل اوكي انا لازم اقول لكم هو هذا بناين او مالجننت اوكي فانا اذا قلت لكم انه هذا مثلا بناين فبالنسبه للتيرم اوف ديفرنشيشن اوكي ايش راح تجاوبون هل هو هذا ويل بور او ميديوم ديفرنشيشن اوكي هذا بما انه هم متشابهات اوكي بس اختلاف بالكثافه العدديه فانه ويل ديفرنشيتد تيومر اوكي هو بناين. اوكي. زين اذا قلت لكم هاي مو بناين.
هو سمين بنائي ليوم يوما زين مكتوبة ترى ليوم يوما هنا مكتوبة يوم يوما هذا بنائي هو يلطي حياة شيئا من يوم الخلايا تشوي الخلايا وصل بس اتباق انه تتعافل على الوقت سيني دا مريدنا شو السامة أول شيء يقول الإبتيريا والله لا هو بعدين قال ايش هو؟ يوم يوم لقيت هو نسبوت مسلس نيوف بس انت بعد اسمه نيوف مايو 20 يوم شعر السير نيوف مايو كارسينو اوكي بس حتى يكون واضح للكل يعني التسمية شوية تكون طويلة فالخلايا هنا looks good اوكي جيدة الخلايا بس هنا أنا على التسمية يعني أنا ممكن أسألكم على التسمية إذا قلت لكم إذا هو benign هيجي تسميته إذا malignant شنو تسميته فتغيروا لي فقط بالتسمية وما in terms of differentiation فهو well differentiated لأنه بعد هالخلايا بشكل عام تختلف تشبه the same cells that arise from هسه هنا على الانابليجا اللي هو الكانسر عندنا صفات مميزه تميز ان الانابلاستيك سيلز اللي هي بليومورفيزم دائما تشوفون بالكانسر انابليجا اللي هي الكانسر اوكي دائما تشوفون عندنا عندنا تنوع بالحجم تنوع بالشيب اوكي ممكن يكون عندنا abnormal nuclear morphology النواة دائما شكلها يكون مختلف نواة هنا صغيرة نواة كبيرة تشوفون pleomorphism اكو تنوع بشكل الخلايا بحجمها حجم الخلية يختلف اكو خلايا صغيرة اكو كبيرة شكلها وكذلك في النواة اوكي ترتيبها مختلف بعد عندنا صفة اخرى اللي هي hyperchromasia اللي هي تشوفون انه دائما الخلايا السرطانيه من نجي نصبوها تكون النواه مالتها دارك اكثر البنفسجي او الازرق هذا اللي تشوفوه دائما يكون اطوخ اوكي من ما في الطبيعي اوكي بعد الملاحظه الاخرى اللي نشوفها اللي هي هاي نيوكليير سايتوبلازم ريشيو اذا نقارن ايش قد نواه ايش قد سايتوبلازم اوكي النواه تكون نسبه النواه يعني الماده النوويه اكثر من السيتوبلازم اللي تشوفوه اوكي اذا تبون بعد مميزات اخرى تشوفون كروماتين كلامبنج هذا يطلع في الطقعه كلش بنفسجيه اوكي هاي هم دليل انه انا بلاستيك سيل اوكي برومينت نيوكلياي هنا أنا حقيقه تشوفون عده انويه متجمعه هم مسويت لكم كلامب بالنسبه للمايتوسيس اوكي طبعا احنا نعرف انه الكانسر هو بي مايتوتيك ريت اعلى اوكي وهاي صعب عليكم انه تبعهم بالسلايد شوفون قولوا لي هاي مايتوتيك سيلز هنا اكو خلايا اذا تنقسم هاي صعبه عليكم لكن بشكل عام احنا نسال سؤال نقول هي المايتوتيك ريت عالي اوكي انتم ما تقدرون تشوفون ايش قد اكو خلايا تصير بها مايتوسيس بس ايش قد تتوقعون ونحكم عليها هي مالجنت اذا شفنا مايتوتيك سيلز بالسلايد ايش قد تتوقعون واحنا نحكم ايش قد يعني ايش قد عددها ونقول عليه هذا مالجنت قد يعني اعطوني فد رقم ايش قد يعني الهوايه مالك كله؟ لا اذا حكينا شفنا شويه يعني هاش قد شويه 1 2 3 هسه من 1 إلى 10 ايش قد؟ 1 لا شوي زيدوها شنو؟ تقريبا 5 فما فوق نقول عليها هذه مليمت اوكي؟ شوفوا هاي البولاريتي ها؟ ايش بيها؟ حطيتكم اياها هذه؟ لكم هاي عفوة؟ لا لا ما نعفها هاي ها مال مايتوتيك يعني؟ شبيها هسه؟ مرة ثانية لا شو ذكرناها عادي هسه معلومة عرفتوها اوكي يجوز ما نجيبها بالامتحان بس معلومة عرفتوها هسه هذا الاستاذ شو يشوفكم؟ يشوفكم واحدة من صفات المميزات الانابلاستيك اوكي سيل اللي هي هايبر كروميجا هاي الطقع البنفسجيه اللي نشوفوها كروماتين كلامبينج
عندكم عدة أنوية، أوكي ما تميزون الكروماتين من النواة، كلها متجمعة ومصبغة بشكل جدا يعني عمق فشي. أوكي هسه نجي على الديسبليجيا. الديسبليجيا هنا ما عندكم فد شيء انه غير انه ماخذيها سابقا اللي هي بيسك كونسبت مالتها عندنا ابنورمال جروث، نمو غير طبيعي، اوكي الباترن مالته غير طبيعي. اوكي طبعا الديسبليجيا هي مالتي ستيب بروسيس، شفنا انه اكو ستيبات الى ان نوصل للانفيجن. اوكي بشكل عام اكو درجات من عنده، اكو لو جريد، اكو هاي جريد، اكو سميناها ممكن تسميات مايلد سيفير، اوكي ممكن عده تسميات تاخذ. اوكي السلايد الاخر يعني مو اكو في شغلات سلايدات مو جدا مهمه، هنا من السلايدات اللي هي مهمه هسه هنا طبعا هو هذا السيرفكس. اوكي هنا عندنا دنشر على النورمال سكويموس ابيثيليال، هاي هي الكولومنر سيلز وكل شيء بالبنفسجي هو نواة، اوكي اللي هو النيوكلس. اوكي هسه نخلي نباوع على السيلز، ايش بيها السيلز هنا اوكي او على النواة، ايش بيها النواة؟ ايش السيلز ما تشوفون النواة اللي هي مصبغة ايش بيها هذه؟ دارك اوكي عافيه دارك بعد شبيهه كبيره كبيره لو صغيره كبيره هذه نعتبرها ما معقوله تشبه هاي هاي صغيره هنا اذا نباوع اوكي فنشوف انه هاي شبيهه كبيره دارك اوكي فيري دارك بلو ومن نتقدم للسطح شبيهه ايش دا يصير بعدها دارك كلش بلو تتقل فهاي دليل على شنو عندنا ديسبليجيا اوكي ديسبليجيا اوكي ضيقل عددها يعني ضيقل عددها اكيد اي ضيقل عددها الحجم مالتها تقريبا تقريبا ثابت انا ما اشوفها هاي صغيره اوكي هاي ما اشوفها صغيره ولا هاي صغيره ولا هاي صغيره ولا هاي صغيره اوكي ممكن كلش على السطح يجوز ما مبينه اوكي بس اشوف الحجم بقى اوكي زين هسه شلون يعني هسه شلون عرفنا انه هاي ديسبليجيا اكو اختلاف اوكي بشكل عام اكو اختلاف الخلايا اللي هنا موجوده اوكي اقوى تتعافى كرنادة تقل كل شيء يدخل عن السطح ما صار عندها اختلاف بالتشيب حد ذاته فقلنا هاي ديسبليجيا اما هي سيفير او يعني يعني هاي يبقى طبعا حسب الخبره يعني تعرفون انه هاي سيفير لو مايلد اوكي حسب الخبر بس هي هنا أنا حسب ما يقول السلايد انه هي هاي سيفير ديسبليجيا اوكي لكن احنا ما نطالبكم هالمستوى يعني على الاقل تعرفون انه هي هاي ديسبليجيا اوكي هسه نجي الى شيء اخر اللي هو الماتوريشن باترن حتى نوصل للاسئله حقيقه هسه نجي اللي هي تقريبا هو الهم يعني ابيثيليوم هذه والسيفير ديسبليجيا هي نفسها نجي على الطبقات هذه اللي داشر عليها الخلايا اللي موجوده بالبيس اوكي هي البيسمنت سيلز هذا بيسمنت ممبرين لوك لايك كولومنر هاي الكولومنر هنا الخلايا يختلف شكلها مثل مكعبات كيوبويدال اوكي ما مطالبين بها انتم هيستولوجيست اوكي الخلايا اللي بالسطح شبيهه تكون شويه فلات اوكي فبشكل عام هاي الطبقات اللي موجوده السالز هنا كولومينر كيوبويدال هنا بالسرفس يكون فلات اوكي هاي اي هاي كبرناها اي الديتش ام الجنكشن الكانسر الديتش اي ديسبليج هاي الخليه هاي واضح انه اكو اختلاف اوكي فاذا هنا مباوع على باعولي على باعي على النواة على الأقل يعني هذا الشيء هو اللي واضح أوكي شبيه النواة إذا نريد نقارن أوكي البيسمنت من السيرفس شبيه النواة شبيه قامت قامت تصغر أوكي فالنورمال ماتوريشن باترن النواة شبيه بالبيسمنت شوية تكون أكبر وتقل تقل إلى أن توصل بالضبط للسطح تكون سمولر فنعرف انه اذا شفتوا هيك شيء اوكي يقولون هاي نورمال ماتوريشن باتر اوكي قبل شويه شفناها الخلايا النواه مالتها ابد ترى ما صغرت ظلت كبيره فمو نورمال اوكي
هذا اللي نقدر نقول هنا. نيجي على اللي بعده اللي هي هم سيفير ديسبليجا. اوكي هم سيفير ديسبليجا بس شنو طبعا هنا هم نشوف انه اكو كولومينر سيلز، اكو كولومينر سيلز، اكو سكويما سيلز. اوكي اكو هنا جنكشن يعني تقريبا فاصله، هذا خلينا نقول سكويما هنا سكويما، وهنا اكو الكولومينر بالقاعده، وهنا طبعا اللي بالازرق اللي هو النواه. اوكي هم تغير هم ديسبليجا، هاي هم ديسبليجا. بس هل هو نورمال ماتوريشن لو نوت نورمال؟ اب نورمال. ليش اب نورمال؟ تصغر ناش دي يصير عافية. اول شيء عندنا جنكشن، ثانية هي in terms of نيوكلس. اوكي ايش بيها هاي النواه؟ كبيره هاي، كبيره هاي، كبيره، حتى البسطح ترى باقيه كبيره، يعني باعوا مثلا هاي اللي واصله هنا هم كبيره. اوكي هم كبيره، هاي هم كبيره، ماذا تصغر مثل ما اقدر ارجع. اوكي هيك كلش ناعمه ترى. اوكي اكو اختلاف بس تباعون على الماتوريشن باترن مال نيوكلس، عرفتوا انه هي هذه شنو not normal، خلينا نقول الماتوريشن مالته، إضافة إلى وجود جنكشن هي أهمية واضح. أوكي جنكشن هي مو خلينا نقول فد فاكتور، يعني بس أركز على النواة هنا حقيقة. أصغر المفروض النورمال تصغر، النواة تصغر. أوكي السيلز تكون فلات. أوكي هي كانت كولومينر أوكي ورا كيوبويدال، آخر شيء صارت فلات. لا أنا أصلا كل شيء لا يعني باقي على حاله، ماكو فشي تغيير. اوكي هسه هنا واضح يا سيفير ديسبليجا ليش؟ اول شيء حجم النواه هي تقريبا تشبهها قبل شويه الصوره اللي نفسها، اي نفسها هي سيفير ديسبليجا، النواه باقيه كبيره ما تغيرت، يعني ما صار اي خلينا نقول اختلاف. لكن شلون عرفنا بعد هي ديسبليجا؟ هاي النورمال ماتوريشن باترن ان النواه اذا بقت على حجمها نقول هاي شنو؟ هاي نوت نورمال، واذا صغرت نقول هاي نورمال. لكن شلون عرفنا ديسبليجا؟ فقالنا هاي الخلايا الموجوده ويا هاي الخلايا اختلاف كلش كبير. اوكي بالتصوير على الاقل انه هنا النواه كانت ذاكره اوكي اكبر، هنا النواه اقل ناس ذاكره وسمرة، فعرفتوا انه هي هاي ديسبليجا. اوكي هذا السلايد عوفو. نجي على السلايد اللي بعده، هنا الفيتشرز مال المالجنان تومرز. حقيقه بشكل عام احنا شنو اهم ميزه اريدكم تعرفوها وتطل ببالكم باللي ما يخص المالجنان تومرز هو الانفيشن. اوكي تومرز لازم خلينا نقول الواسط المرحله الانفيسفنس. اوكي حتى نقول عليها مالجننت. اوكي يعني احنا بدنا ندرس الفيتشرز مال مالجننت تومورز. اوكي اهم ميزه بالمالجننت انه صار عندنا شنو انفيجن، خلقكم اياها بالاحمر. اوكي اكو فد علامات تلقوها بالسلايد ربما انتم يعني خلينا نقول صعب عليكم بس احنا نعلمها لكم، اكو لازم دليل انه صار انفيجن اللي هو وجود الكابسول، راح نشوفكم اياها بالسلايد اللي بعده. الكابسول طبعا بالمايكروسكوبك فيو بس مو بالجروس فيو. الكابسول اللي هي ويل ديفاين، المفروض تكون ويل ديفاين كابسول، وحقيقة تنقسم التشيو صايرة بنص التشيو. اوكي هذا دليل انه صار انفيجن. اوكي هاي اهم نقطة وصل لها. هسه هنا عندكم هذا بريس تومر. اوكي هذا هو التومر. اوكي هذا هو التومر، هذا النوديول. اوكي هذا هو التومر. اوكي يعني هذا الوايت. اوكي الوايت هذا الدحافات وايت كريم وذ كونكتيف تيشيو، هذا هو التومر، تومر نوديولز. اوكي Thank you.
هسه هذا الوايت نوديولز، اوكي هذا الوايت نوديولز اللي هو البريست تومر، اوكي بس طبعا عشان غلط تكون بنايه هسه هذا فقط هذا التيومر، اوكي هذا التيومر هذا النوديولز هاي الدويره، اوكي لا هذا ماخذين جزء من عنده، اوكي هو البريست تقريبا كليته امام ماماري جلاند ويا شنو فات، اوكي فات. فهسه هذا ال خلينا نقول هذا الوايت اللي تشوفوه little white، اوكي nodules of connective tissue، اوكي اللي هي surrounded، اوكي هذا هو البريست تومر، اوكي طبعا هو هذا benign tumor، اوكي هذا benign يعني كتبنا الصورة بس إنه على كتبوا عليه بناين هذا، أوكي؟ كتبوا عليه بناين. ليش معنى بناين؟ هسه راح نأخذ المايكرو فيو، أوكي؟ من خلال هيجي شيء ما تقدرون يعني ما راح تقدرون تعرفونه بناين من خلال هذا الشيء ما تقدرون لازم نصبغه، أوكي؟ نصبغه وتشوفون هل هو بي كابسول أو ما بي كابسول، أوكي؟ المفروض يا مالجنانت تلقون بي كابسول، اوكي؟ نعم. والله هو ما باقي عندكم بس هذا السلايد، كم سلايد هو؟ مجرد اسئله هاي. كل وحده تسجلون يمها الجواب حتى تكون عندكم خلينا نقول كامله. هسه بالنسبه احنا حكينا قلنا اذا مالجنانت، اوكي؟ نشوف بها الكابسول، اوكي؟ الكابسول اللي مثل ما هذا تشوفوه اللي هو بالابيض، اوكي؟ هاي الكابسول. اوكي الكابسول تقريبا صار عندكم تشيو وين هنا اون ذا ليفت، اوكي اللي هي هاي نورمال بريست تشيو. شلون عرفناها نورمال بريست تشيو؟ المفروض نلقي بيها لوبيولز، اوكي هاي اللوبيولز، ممكن نشوف بيها اسينار سيلز، اوكي اسينار سيلز هاي حتى نعرف شنو انه هي هاي نورمال. اما بالنسبه للكانسر اللي هي موجود على جهة اليمين راح تلقون بها fibrous connective tissue، احنا هذا اللي شفناه بس connective tissue، ونشوف بها glands، اوكي هاي glands بالبريس بالمايكروسكوبيك فيو هالشكل تطلع، اوكي مو مثل هاي قبل شوية شفناها، هاي هي glands والهاي fibrous connective tissue. فهاي كل اللي موجود شوف هاي الكابسول، اوكي توسطت النورمال بريست تيشيو والمالجننت بريست تيشيو صارت بالوسط، اوكي فمن تشوفون هاي الكابسول، اوكي تعرفون انه شنو هذا المفروض مالجننت. اذا شفتون الكابسول تقولون هذا عليه مالجننت، اوكي نعم هذا هاي جهه طبيعيه، هاي جهة طبيعية بيها لوبيولز واسينار سيلز، اوكي هاي الجهة لحد هنا طبيعية بقى حتى تختلف عن التشو اللي موجودة هنا، هاي من الكابسول ومنها هذا هو كليته الكانسرز كانسر، اوكي فهل هو هذا هسه اذا كاتبت لكم نيم ذس طبعا هو فايبرو ادينوما، هو اكيد اكو فايبرو اكو بلانت في ادينو فايبرو ادينو لان شفتوا الجلاند فايبرو لان قال لكم فايبروس فايب كونكتيف تيشيو مقدم احنا اذا كبسول المفروض غير المفروض تضيفوا لها كارسينوما، اوكي يعني مرضي رسمي اذا كبسول هسه هو هنا ايش بده يقول هسه هو فايبرو ادينوما ادينو كارسينوما المفروض تو سموها فايبرو ادينو كارسينوما، اوكي فايبرون جلاندز ادينوما تيومر اون ذا رايت اند نورمال بريس اون ذا ليفت ادينوما هنا بنايم تيومر اي يعني اذا اقول لكم هذا الجزء المفروض احدد اوكي يعني ما يعني هذا الجزء اللي هو على اليسار على اليسار
او جزء على اليمين. اوكي. اليسار غير النورمال؟ اللي على اليسار هذا النورمال، اوكي، واللي على اليمين اللي هو كانسر، اوكي؟ فتسمية، اوكي؟ فايبرويدينوما. فايبرويدينوما المن راح تكون؟ المفروض بها النورمال، اوكي؟ اللي مننا لا كانسر مالجنت. مالجنت، اوكي؟ فاني سالتكم بس ما مشروع حقيقة المكان اللي اريد اسالكم عليه، اوكي؟ إذا سالتكم على هذا منو المالجنت؟ وين المالجنت؟ وين النورمال؟ اوكي؟ فقط. هذا لازم تعرفون، اوكي؟ هذا شروا لي من مثلا إذا قلت لكم حددوا لي من الكبسول ومن هنا هذا هو المالجنت ومن هنا هو النورمال، هذا فقط هو النورمال. اوكي؟ هذا سؤال اصلا انا سالت. نو. هنا في شيء هذا اذا اشر لكم عليه لا تشوفون كارسينوما لانه بي كانسر. اوكي. يا ما مجاوبت السؤال انا. زين هسه هذا شنو هم بريست تيومر. زين. خلت لكم جواها مسطره. اوكي. اللي بالوسط هو شنو؟ وين التيومر هو؟ هو هنا نحشي على بريس، فالبريس هو كنا فات تقريبا، فهاي اللي موجوده على الحافات هي شنو هي؟ هاي فات، اوكي؟ فات، وين التومر اللي هو انا هنا ماشر عليها بالوسط؟ زين اذا تشوفون طبعا يعني تو يعني من خلال طبعا حجمه والسايز مالته تشوفون كم سنتيمتر؟ 2 4 تقريبا سنتيمتر. اي فهذا يعتبر كبير. اوكي فهل هو هذا بناين او مالجننت؟ مالجننت هنا يعني حجمه كبير. زين اذا هذا مالجننت اوكي السلايد هذا له علاقه بالسلايد اللي قبله. اذا هذا مالجننت هاو مالجننت از ات؟ ايش قد مالجننت؟ يعني احنا ماخذين يعني او كمعلومات عامه بالنسبه للمالجننت اما يكون لوكال مثل ما قال زميلتكم او يكون انفاسيف. اوكي ايش تعتقدون ها يعني هاو مالجننت از ات؟ هذا لوكال لو انفاسيف؟ لا احنا هذه كتله ككتله. اوكي زين اعتمادا على هاي الصوره احنا اخذنا مقطع من هذا اللي قلتوا عليه مالجننت ورحنا شنو؟ رحنا سوينا ودينا للمختبر واخذنا مقطع وصبغناه. اعتمادا على هاي الصوره هل هو لوكال هذا؟ هسه جوز الصوره هنا خلينا نقول نشر لكم حتى تكون عندكم واضحه. هسه هاي الكونكتيف تيشيو طبعا هاي الفراغات هي فات اوكي؟ واللي بالبنفسجي هي الابيثيريال سيلز وهنا عندكم جلاندولار سيلز. اوكي فعندنا عندنا هنا كونكتيف تيشيو وهنا هم كونكتيف تيشيو والابيثيريال سيلز بيناتهم اوكي؟ ولهنا جلاندولار سيلز اوكي؟ اعتمادا على هاي الصورة ايش تعتقدون؟ هاي الصورة جزء من نفس التيومر؟ جزء من نفس التيومر. اكو عافية اكو هنا كونكتيف تيشيو واكو كونكتيف تيشيو اوكي؟ هو بشكل عام اوكي هو المفروض خلينا نقول تيومر احنا اذا تذكرون بهذا السلايد اللي هذا مثل صار بالطول ابيض كنا هاي هنا النوديولز وهاي كلها دائره مدارها كونكتيف تيشيو المفروض احنا نشوف هواي كونكتيف تيشيو اوكي فتلاحظون انه هاي الكونكتيف تيشيو هل هي مستمره لو متقطعه فشيء بخلايا اخر اللي هنا الابيثيليال سيلز تنتشر هنا بيناتهم فمثل ما قالت سميه اوكي بما انه هي مو قطعه واحده واكو متخلله بيناتهم فهاي معناها دليل انه انفاسيف اوكي فهنا انفاسيف هاو مالجننت از ات اللي هو نوت لوكال انفاسيف هنا عندنا التومر تقريبا نجي على بعدنا بس سلايدات اثنين اوكي سلايد واللي بعده بس هنا هذا السلايد شنو اللي تشوفوه هذا السلايد
طبعا هاي جلانز اوكي يعني هاي شغلات اللي بدي اشوفها هي لوك لايك جلانز هاي الجلانز شويه مثل يعني تحتاج وقت تكبير اوكي تكون هالشكل طبعا اوكي بالدراسه شفتوها قبل شوية هيجي فشي يعني هي نفسها على الجلانز مو مثل ذيك اللي شفناها بالبداية فهاي لوك لايك جلانز اي هي هاي جلانز اوكي هاي جلانز هالشكل تظهر عندنا هاي جلانس هاي جلانس هاي جلانس اوكي هاي كليتها جلانس زين اذا هو خلينا نقول بريست وهاي جلانس فتمن عرفتوا انه جلانس ادينو اوكي كارسينوما اوكي كارسينوما لازم انا اقول لكم انه مثلا هذا ملك حتى اسهل عليكم انه بس انتم لازم تعرفون ترى هي هاي جلانس مو مثل ذيك اللي كانت متطاولة أو دويرة أوكي بس هاي شوي تنتبهون عليها وطبعا من المميزات طبعا هنا أنا يعني كاتبت لكم إنه النواة بيج ولو يعني هنا you have to use your imagination حتى تشوفوها هي بيج لأنه الرسم هو أصلا الصورة هي صغيرة ودارك هايبر كروميجا طوخ أوكي صعب فلازم احنا نقول لكم زين السؤال الاخير اللي اساله ونخلص المحاضره هسه انا عندكم هنا ادينو كارسينوما زين هسه هنا عندكم هذا الباب اوكي هنا السؤال يقول اوكي طبعا هاي نودجولز اوكي هاي بارت اوف ذا ليفر ماخذي سو اف يو ار بلايند ان شاء الله يعني ما تصيرون بلايند اف يو ار بلايند كود يو نو if this is metastasized or not. ما شاء بس الزموم الزموم. من النوديوز بعد. من بس بايع الشكل. النوديوز هل هي موجودة؟ النوديوز هي معناها ما ذلك مكان هي مالينت. مالينت. نعم النوديوز. شفية نعم يأكو نوديوز. نعم شو ما. نعم ما. مستحيل هذا بنايم مثل على هذا الشكل مو بنايم اوكي لحد هنا